والدي وكيل على حق يتيم منذ 16 عاما، وهذا الحق فيه من الذرة وغيرها من الحبوب والحلي، فقد كان والدي يعير المحتاجين وكانوا يردون ما أعير إليهم كاملا. وإن نقص شيء يكمله والدي من عنده، وعندما بلغ الشخص سلمه والدي جميع حقه، فهل كان والدي على حق فيما فعل وهل برئت ذمته؟ والدي وكيل على حق يتيم منذ 16 عاما، وهذا الحق فيه من الذرة وغيرها من الحبوب والحلي، فقد كان والدي يعير المحتاجين وكانوا يردونها كاملة، وإن نقص شيء يكمله من عنده، وعندما بلغ الشخص اليتيم سلمه والدي جميع حقه، فهل كان والدي على حق فيما فعل وهل برئ ذمته؟ إن شاء الله هذا أدى حقه وما نقص كمله من عنده فهو على خير إن شاء الله. أما الإعارة ويعير الذهب والفضة والأموال هذه محل نظر، إذا كانت الإعارة للضرورة والحاجة وليس على خطر فلا حرج عليه إن شاء الله في الإحسان، لأن الله قال يذم من منع العارية، قال ويمنعون الماعون ذما لهم، فالعارية مما يفرع وعدم العارية من منع الماعون، فإذا عار من مال اليتيم ما ينفع الناس ولا يضر اليتيم ثم إذا حصل نقص كمله هو وزاده من عند نفسه فلا حرج عليه إن شاء الله. هذا إذا كانت العارية لا خطر عليها، أما إذا كانت العارية فيها خطر فلا يعير إلا إذا كان ضامنا عندنا مثل ما فعل أبو السعيد.